زي ما قلنا اخيرا بقى وليس اخيرا الاستاذه بهيره وليد. بهيره انا يعني فاكر كويس قوي انه انت ابتديتي بشكل ووصلتي لشكل تاني خالص. طبعا زي ما قلنا انه الاختيار في الاول تم كله على اساس انكم كلكم عندكم موهبه، وانت كنتي احد اللي تقدموا اللي عندهم موهبه كبيره، وده اللي احنا شفناه. لكن اللي احنا فوجئنا بيه مدى تقدمك الكبير جدا خلال الحلقات النهائية من الموسم الثاني من الدوم، حلقة عن حلقة، ويمكن لجنة التحكيم كمان أشارت لده أنه أنت كنت حقيقي بتتقدمي، حقيقي بتتحسني. أي ملاحظة إحنا بنديها لك أنت كنت بتشتغلي عليها أول بأول، ونلاقيك منفذاها في الحلقة اللي بعدها، وده كان الحقيقة بيسعدنا للغاية، لأنه مداركك كانت بتتسع مع كل حلقة. ولما وصلنا في الآخر للانترفيوهات أو الحوارات مع الوزراء، لقينا تميز كبير جدا في حوارك يا بهيرة. لكن نبتدي برضو من الأول، أنت إمتى فكرتي أنك تكوني مذيعة، وإيه اللي خلاك تقدمي في الدوم؟ هو الدوم بالنسبة لي هو بداية الطريق لتحقيق حلمي اللي بسعى لتحقيقه بقالي سنين، وبشتغل على نفسي فيه، وباخد كورسات، وبنمي وبقوي من مهارة اللغة العربية بتاعتي، وبتابع الأخبار بشكل مستمر عشان أوصل لحلمي. فبالتالي إزاي يعني نميتي نفسك؟ كنت بشتغل كتير جدا عن نفسي في اللغة العربية، وباخد كورسات تعليق صوتي وتقديم تلفزيوني، وبالأخص اللغة العربية، وبتابع بشكل مستمر الأخبار المحلية والعالمية من خلال الأبليكيشنز اللي بتبقى موجودة معانا على التليفون، وبرضو من خلال أن أنا بتابع التلفزيون وبتابع القنوات بشكل مختلف يعني. دي كانت أكتر حاجة بقدر أن أنا أنمي بيها نفسي عشان أثقل من مهاراتي يعني. وبالتالي بعد كده جي فرصة برنامج الدوم، ورحت قدمت، وشفت حضرتك طبعا في الأوديشن، وقلت لي مش محتاجه تكملي بعد اول 10 ثواني. قلت برضو؟ لي قلت لكم كلكم مش محتاجين تكملوا. انا مش فاكر الحقيقه، نتفرج تاني على الحلقات ونشوف. يمكن كنت غلطانه ولا يعني. طيب قولي. دي حاجه اسعدتني جدا وحسستني بثقه، وان انا لا الحمد لله عندي البذره برضو زي ما زميلي احمد تفضل وقال، انه حضرتك وقفتني وقلت لي مش محتاجه تكملي، الناس الشاطره بنوقفهم من اول، بنعرفهم على طول من اول ما بيتكلموا. فدي حاجه بسطتني جدا، وابتدت بقى رحلتي في برنامج الدوم، ومره على مره ابتديت اطور من نفسي ومن ادائي، والتعليقات بتاعت لجنه التحكيم والنصائح اللي كنت باخدها منهم ما كنتش بعتبرها سلبيه، كنت باخدها على انها نصائح ليا. فبالتالي كنت ايه بشتغل بقى عليها، وكل مره كنت بطور نفسي في التحدي اللي بعده لحد ما الحمد لله النصائح يعني دي كلها اتت بثمرها، لان فعلا كنت من حلقه لحلقه بتطوري بشكل الحمد كبير. الحمد لله.